مساء الخير اخوان، اليوم اريد اتكلم لكم عن موضوع ما له علاقه بالسياحه. بصراحه هذا الموضوع انا ما كنت اتطرق له لا باليوتيوب ولا بالوسائل التواصل الاخرى. سبق وان كتبت عن هذا الموضوع ونشرتها على المواقع مالتي، سواء كان على البلوجر او على الفيسبوك او على تويتر. الموضوع موضوع حساس، وده توصلني اتصالات يوميا. لما اقول يوميا، يوميا واسبوعيا بالعشرات من الاتصالات، ومعظم الاتصالات من اخواننا العراقيين. الموضوع الكل يسألون عن الإقامة في جمهورية أرمينيا او تقديم اللجوء في أرمينيا أو تسجيل في اليو إن في أرمينيا. كل اعتقادهم بأنه جمهورية أرمينيا مثل دول الأوروبية، مثل ألمانيا، مثل هولندا، مثل فرنسا، مثل إيطاليا، مثل اليونان، مثل بلجيكا، أو كأنما هو رايح لأمريكا ليقدم لجوء. راح يروح هو وعائلته، يجي لأرمينيا يوصل، ويروح أكو دائرة اليو إن هناك تستقبلهم وتحولهم إلى مخيمات ويقدمون طلباتهم اللجوء ويستقرون بها. أخوان، عندي حول هذا الموضوع، الإقامة في الدول الأخرى لكل المواطنين حق مشروع أكو، لكن هناك شروط. ما في شيء اعتباطا واحد يشيل حقيبته يقول والله أنا أريد أروح أعيش في فرنسا آخذ إقامة، أو آخذ حقائبي وآخذ أهلي وبهدلهم ووديهم أقول أنا أريد أن أعيش في أرمينيا أو في الإمارات. ماكو هيك ترى. هناك أكو كل الدول عندها شروط. شنو الشروط اللي تنطبق عليه، أو شو ما هي الشروط المطلوبة لكي تحصل على الإقامة في بلد ما؟ الآن نحن نتكلم عن أرمينيا. هذه ترى قوانين دولية كل العالم معروفة. أرمينيا، أنا عندي حول هالموضوع الإقامة فيديو، إذا تتابع هذا الرابط هسه اللي راح يبين فوق هذا الرابط، شروط منح الإقامة. ما يقول لك للعراقي شروط منح الإقامة، إن كنت عراقي، إن كنت هندي، إن كنت إيراني، إن كنت مصري، تنطبق على الكل. أقرأ هذا الشروط تتعمق بها. أما بالنسبة للجوء، إخوان، وصلوا أوائل، وصلوا عوائل، أنا اتصلوا بي عدة عوائل، اتصلوا بي عدة أشخاص، والكثير ما قمت أرد عليهم لأن أعرف الغاية منهم، طلب اللجوء أو الإقامة. الكثير قمت ما أرد عليهم بصراحة لأنه بدأوا اتصالات تزعجني بكثرة. لكن وصلوا عوائل بعد ما أنا نصحتهم يا ترى ماكو هيك شيء، وصار لهم العائلة هذه 10 أيام تقريبا في أرمينيا. أقولها بالعراقي، متبهدلين. العائلة هذه متبهدلين بمعنى الكلمة. وين راح يسكنون؟ قدمت لهم المساعدة اللي قدرت عليها، استقبلتهم بالمطار، وديتهم أول يوم يومين للفندق. قالوا لا، غالي هذا الفندق، ما نريد، نريد مكان أرخص. لقيتنا لهم مكان أرخص في أحد الموتيلات، سكنتهم، لكن ايضا مرخيص، ايضا ليليا 23 ألف درهم، يعني ما يعادل 52 دولار او 55 دولار. انت عائلتك ماخذها وجاي، هل يوميا تدفع ايجارات بالاوتيل، يعني مكلف راح يكون عليك. وبالنسبه يقولون نأجر شقه، الشقق للمعلومات في جمهوريه ارمينيا مو صار ضعف، اكثر من الضعف. والسبب مو اللجوء، مو العراقيين او المهاجرين اللي يريدون يستقرون في ارمينيا. اسعار الشقق والبيوت في ارمينيا صعدت اكثر من 100%. يعني اذا شقق كنت تاجرها ب 500 دولار، ب 1000 دولار ما يعطوك اياها. 1000 دولار ما يعطوك اياها بمعنى الكلمه. 1200، 1300، 1400 سووها. السبب شو؟ الحرب الروسيه الاوكرانيه.
الكثير والكثير والكثير من العوائل الروسية منتقلة من روسيا وتعيش في أرمينيا، مو كلاجئين، أشغال من ناحية توقفت، أصحاب عمل توقفت أشغالهم، توجهوا إلى أرمينيا وبدأوا ينفذون أشغال هناك. هناك ما يقدر يسحب أمواله من المصارف الروسية، يجي من أرمينيا يسحب فلوسه. هذا السبب. قالوا له الإيجار $500، قال لهم هذا $500. إجت في غير عائلة قال أريد شقة، قالوا له $700، قال لهم هذا $700. طلبوا 1000. هذا السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الشقة. لذلك ما أريد أطول عليكم الفيديو. أخوان، نصيحة أخوية، نصيحة أخوية عن جد، لا تورطون العالم. وسبب شنو هذا التورط؟ ها فاتني أنا أقولها لكم. السبب هو أن بعض القنوات على اليوتيوب دي يعرضون فيديوهات من أجل كسب المشاهدات حتى يدخل دخل كم فلس بجيبه، يورط العالم. يا أخي حرام، حرام عليهم والله. يعني أنا تابعت، أنا عن جد ما كنت أبدأ أتكلم عن هذا الموضوع، لكن واحد ضميره يأنبه. يعني عائلة، أنا عندي هسه هنا عائلتين ترى جاي للمعلومات، عائلتين والله اليوم العاشر هذا هم صارفين أكثر من 500 من $700 فقط على الإقامة يوميا. واليو أنا مقدمين على اليو أن حتى على إحنا لاجئين. لكن اليو أن هنا في أرمينيا مو مثل تركيا، مو مثل لبنان، أو مو مثل أردن. أنا ما أعرف إنك شلون يتعاملون وياهم، لكن أعرف في أوروبا العائلة لما تروح تقدم لجوء تسلم نفسها للشرطة، شرطة البلد، الشرطة يستقبلوهم ينقلوهم نفس اليوم إلى مخيم. أرمينيا ما بيها مخيمات يا أخوان، لا تورطون العالم، حرام عليكم. أوكي، فرجان اللي يشاهد هذا الفيديو يحاول أن يوصلها إلى أقاربه، إلى أصدقائه. إذا سمع أحد الأشخاص يريد يجي يقدم لجوء، أنا ما أقول لك لا تجي، أنا ما يحق لي، أنا مجرد مثل ما يقول مرد العالم تتورط تجي. انطوهم إقامة، احتمال انطوهم إقامة، لكن شو وقت انطوهم إقامة؟ بعد ما يتبهدل، بعد ما يتبهدلون يقولون 15-20 يوم 30 يوم بالفنادق أو بالموتيلات وبأسعار تعرفوا الفنادق ما يصرف، يعني مو مال واحد لاجئ يروح يسكن بفندق إلى أن يطلع المقابلة مالته ويعطون موافقة مال لجوء ورا 5 أشهر أو 6 أشهر. فرجاء انشروا هذا الفيديو جهد الإمكان حتى العوائل أو الناس اللي تجي تقدم طلب في أرمينيا شوية يتحفظون ويستفسرون عن الموضوع أكثر. تقبلوا تحياتي.